البنات كدايرين لاباس عليكم؟ بخير كدايره الصحه مزيان. اليوم ما شاء الله باذن الله غادي نقدموا لكم هذه الغريبه بسيطه واقتصاديه، غريبه البهله. نتمنى انها تنال اعجابكم وتبعوا معايا حتى الاخر حتى الاخر فضلا وليس امرا، وان شاء الله باذن الله غادي نقدمها لكم ماما. نتمنى انه ينال اعجابكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لنا جيم وتشتركوا في القناه الا كنتوا جداد، وتفعلوا زر الجرس كي يصلكم كل جديد وفرجة ممتعة إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى أنه ينال إعجابكم. سلام الزوينات، كي دايرين؟ في خير، لاباس عليكم؟ غنبغيكم على لاباس والله خير إن شاء الله دايما. معايا اليوم إن شاء الله نوريكم هاد الغريبة سهلة مهلة. معايا الدقيق عندي 4 زلافات ديال الدقيق هنايا مغربلين، ديال الدقيق ديال الحلويات، وعندي كاس ديال الزبده مذوبه، عندي كاس عندي الزيت غادي نزيد عليه، يعني الزيت ما ندويش عليه حتى الاخر، غنبقى نزيد بشويه بشويه. عندي معلقه ديال النافع مطحون، عندي معلقه ديال الخميره فوريه، عندي اللوز كاس ديال اللوز مطحون مهروه، باقي مهروش شويه يعني خليته هكاك. عندي معلقه ديال القرفه كبيره، وعندي الزنجلان كاس ديال الزنجلان، وعندي 2 بيضات، وعندي سكر كلاصي، عندي 2 ديال الكيسان ديال السكر كلاصي. انا نكتب قدامكم، عندي سكر كلاصي حتى هو مغربل نيت، عندي القرفه، عندي الزنجلان كاس ديال الزنجلان، نحط كلشي غادي نديرهم الاول كاع اللوز. عندي النافع اللي بغي، خميره فوري ديال الخبز، عندي فانيا، عندي كل شيء في مره. عندي 3 الخمارات حمرين، كيس ديالهم 8 غرام الوحده. صافي عندي حرك هادشي مزيان، زيد خلط هاد الجافه، نوض الجافه كلها نخلطها بعضياتها، وعاد نبقى نزيد مواد سائله بحال الزبده. انا من بعد ما خلطت هادشي المواد الدنهيه كلها اللي ناشفه، كلها اللوز والزنجلان الخميره ديالي كلشي خلطته هنايا، القرفه كلشي خلطته. دابا غادي نبدا ندير في الزيت، الزيت غادي نشوف شحال الكيس ندخلو ليه، وغادي نرجع معكم نوريكم شحال ديال الكيس. ندير البيض ديالي، بسم الله. دابا نخدم يدي، بسم الله بالله. البنات غتخلي فيها 6 ديال الكيسان ديال الزيت، شتي ها هي دابا ولات. المهم نتوما شوف الواحد على حسب الدقيق شوف شحال يدخل. دابا راه ولا مجموع مزيان، كنا نديروها غريبه بحال هكا، يعني بانت لي بحال هكا. صافي بارك عليها، هانتي بانت لي هكا زوينه، جينا يعني مسكه فهمتيني، رطبه ما نشفاش بزاف وما رطباش بزاف، يعني ما جرياش بزاف داك الزيت ولا شحبش، ما تجيناش دهنيه. ها هي زوينه رطبه وزوينه. صافي دابا غادي نحطها ترتاح شويه، نجمعو ونخليها ترتاح شويه، ندير عليها سميتو سلوفان ولا دائم، نخليها ترتاح، نخليها ترتاح شي 4 ساعات. دابا انا غادي نخليها قدش ما رتحت مزيان. صافي هانتوما يعني زوينه تبارك الله. صافي نرجع معكم منين نجي نقرصها، نخليها دابا ترتاح شويه. ونرجع معكم ان شاء الله باذن الله. انا باغا نديرهم كبار صراحه،
لحم كبار هكا، تبقى حتى تتمرخ شويه بحال الشكل. وانتم الحجم اللي بغيتو، بغيتو دير من صغار ديرهم صغار، انا هاد المرق عاد تنديرهم كبار ديما تنديرها صغيوره. انا هاد اللاطه هادي عندي كبيره ديال الفران، عندي تبارك الله فيها مترو، كبيره بزاف زوينه الصراحه. وتنستمر بحال هكا، تعطيني غريبه كثير هاد هاد العبار اللي عطيتكم هنا، تعطيك تبارك الله كثير يعني بالنسبه لي تي اللي باغي يخدم على راسو، اللي باغي يدير مشروع ديال هاد الغريبه، تطيح الصراحه اقتصاديه وزوينه وفي ساعة تطلع ما فيهاش قوه. انا ديري نيشان مش عاد خصك دير ليه بحال صابلي صابلي صراحه تيشد اليد. المكونات راه نتوما شفتو اللي عندك، مثلا ما عندكش اللوز ممكن لك ديرو الكاوكاو، ممكن لك ديري القياس اللي بغيتي، ممكن لك ديري فهمتيني يعني ماشي ضروري داك القياس اللي عطيت ولا قل منه، ممكن لك ديري كثر ممكن لك ديري قل، ممكن لك ديري غير كاس ديال الزنجلان واللوز مخلط، ممكن لك ديري حتى ربعه كل واحد على حسب. والصراحه واحد النافع ما شاء الله تيتعطي واحد النكهه زوينه وريحه القرفه، على القرفه ني تهزيها نطحنها سيمانه كل سيمانه نجيب نطحنها ندير غير ربعه صغيره تبارك الله، وتنستعملها بزاف كل العطريه تهزيها نطحنها، داك الساعه نقيها على يدي نطحنها. نصيحه الصراحه تتبقى في النكهه ديالها والمذاق ديالها، وتنستمر بحال هكا تنكمل الحلوه ديالي. رجع معكم الزوينات ندخلها الفران ونخرجها، ندخلها لتحت الفران الفكره، وراني درت الملحه بعدا، كان الملحه ضروري، انا درت معلقه ديال الملحه، نسيت الملحه ما قلتاش الملحه راه درتها مع الدقيق في الاول، دائما انا تنديرها هي الاولى في القصريه. درت الملحه عيني ميزاني، عينك ميزانك اللي كل واحد شنو تيبغي، لكن ضروري من الملحه في هاد البهلات تجي زوينه تتطاح البنه مع السكر. وتنستمر بحال هكا وتندخلوها لتحت شويه تتشقاق مزيان، تبقى لتحت طيب من لتحت طيب من الفوق، يعني غادي ندخلها لتحت طيب من الفوق على وجهها شويه تحس بها تشقات وعاد نرجع نطلعها لفوق صافي. يلا ورجع معكم الزوينات باذن الله ديالي زوينه تبارك الله، جات ما شاء الله ما شهيتكم فيها زوين، نتمنى تجربوها وتشوفوها نتوما، جات مشقه تبارك الله ما شاء الله محمره بحال الفوق بحال تحت زوينه تبارك الله، ويعني شاده راسها وهي ما شاء الله في نفس الوقت حشيشه اللي حمرتها مزيان صراحه، جات محمره من الفوق لتحت محمره زوينه مهرمشه نتوما تبارك الله، دغيا دغيا تتهرس شيشه مرمله ما شاء الله وبصحه العافيه. واو لا عجبتكم جربوها، جربوها الصراحه جربوها والله العظيم، انا دابا مده ما درت الصراحه، انا ماشي حلوايا ولا شي حاجه، بغيتوا الحلوايا تخليو لي في التعليق ونعطيكم الحلوايا تبارك الله من العائله، حتى المطلوسي تدير حلوه كي دايره ما شاء الله. وهادي انا جربتها تبارك الله صدقت زوينه بزاف بزاف ومذاقها رائع صراحه والله، دايرت فايت دايره ولكن ما جاتنيش بحال هكا هانتوما ما شاء الله صلاة على النبي مفرقعه زوينه مشقه راسها وشاكره راسها بيديها، ما نقول لكمش ما شاء الله، نتمناكم تجربوها صراحه وبالصحه والعافيه وطول العمر ويا ربي يحفظكم. هدرها محمره تتبدل بحال محروقه في بالنسبه للتصوير، ولكن هي راه محمره انتم عارفين الطريقه اللي تيصور هي الصراحه زوينه ما تخافيش منها وتبارك الله صلى على النبي ما نشكرهاش صراحه. الناس كيف ما كتشوفوا ها هي ها هي وجدات وقدمتها لكم ماما، نتمنى انها تنال اعجابكم، ما تنساوش ديروا لنا جيم وكومونتير وتشاركوا في القناه، وكل واحد دخل جديد مرحبا به مرحبا بكم، شكرا بزاف على تعليقاتكم. كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه ومرمله وزوينه والله بصح وكتذوب في الفم، وشكرا بزاف على تعليقاتكم، السلام عليكم.